سب 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 سبسكرايب يا غنيم. دايرين كنتمنى تكونوا مزيانين نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جات لكم اول فيديو ليا في هذه القناه، كنتمنى تعجبكم. وقبل ما نبداو بالفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الاشعارات باش يوصلكم اي فيديو جديد انا كنزلو. ودابا يلا نبداو. التعريف ديالي، انا سميتي سلمى من المغرب، بالضبط من مدينه وجده، فعمري 12 سنه، كنقرا في الصف الثامن يعني ثانيه اعدادي. هذا بالنسبة للتعريف ديالي. بالنسبة للمحتوى ديال القناة، بغيتو يكون عام، يعني كيفاش عام؟ يعني غادي يكون فلوغات، تحديات، مقالب، أي حاجة بغيتها أنا، مثلا كل شيء خرجة شي بلاصة بعيدة، شي بلاصة فيها تلج، مع الجو ديال الشتاء دابا والجو ديال العطل، نقدر نصورها، ندير فيديو كامل أو فلوغ كامل. وإلا كان شي تحدي، شي روتين، أي حاجة غادي نقدر نديرها إن شاء الله، نديرها لكم ونصورها لكم وننزلها. فهذا هو محتوى ديال القناة. قبل ما نساليو الفيديو، ما تنساوش عافاكم تنزلوا لتحت، تكتبوا لي اي حاجة بغيتوني نجاوب لكم عليها، بغيتو تعرفوا اكثر عليا، بغيتكم تنزلوا لتحت تكتبوا اسئلة، وانا ان شاء الله بالفيديو الجاي اذا لقيت دعم كبير منكم غادي ننزل الفيديو الجاي قريب، وغادي يكون عبارة عن اسئلة واجوبة. نقرا الاسئلة اللي كتبتوها لي في الكومنتات وانا نرد عليها. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. عارفه قصدت فيديو تعريفي، الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك كيف قلت لكم في الاول، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعارات باش يوصلكم اي فيديو انا نزلو. والسلام عليكم.